مرحب بكم أحبائنا المشاهدين، معكم على البث المباشر ولقاء جديد وبرنامج الأرامية في أسبوع، ونحن معا ومعنا في الاستوديو الأخت هيفاء والأخ باسم معانا ومعاكم أيضا مع كل بيت ومع كل شاشة تلفزيون. جلستنا النهاردة أساسا حول اسم الرب يسوع المسيح. فرحانين نكون معاكم، بنشكر الرب اللي أعطانا عمر جديد ويوم جديد نتقابل فيه معاكم على هذه الشاشة وفي هذه الخدمة، مديونين دايما لاسم إلهنا القدوس اللي بيعطينا بركات غير عادية كل يوم. نشكر رب من أجلكم، من أجل كل شخص، وشكر هيكون خاص من أيضا من الأخ باسم والأخت هيفاء اللي هيكون ليهم دردشة معاكم، ومش بس دردشة، لا ده احنا موجودين كمان عشان نصلي معاكم ونقول لكم ان خطوطنا مفتوحة لأي سؤال لأي طلبة صلاة. من فضلكم ارفعوا سماعة التليفون وما تترددوش، وإحنا معاكم في هذا اللقاء وفي هذه اللحظات على البث المباشر نحب نسمع منكم. ومعنا الأخ باسم في بداية الدينة. لو سمحت أخ باسم، مقدمة عن ليه إحنا بنتقابل مع جمهورنا النهاردة مع مشاهدين الأرامية، وإيه الهدف الأساسي للبرنامج النهاردة؟ شكرا أختي نوال. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم، ومثل ما قالت الأخت نوال، الهدف الرئيسي من هذا اللقاء أو هذه الحلقة أنه للمتابعة أو to update بالإنجليزي، شنو يعني بالعربي to update، أنه للتوصيل آخر الأخبار للآرامية إلى المشاهد، وخاصة الذين يصلون ويدعمون ويرفعون هذه القناة في صلواتهم. عندنا شكر أو تشكرات كثيرة للرب في المرحلة الأخيرة، أو خلينا نقول بصورة عامة، عام 2016 هو عام البركات بالنسبة للآرامية. يعني الرب تباركنا ومو ضاعف البركات، وإنما ضربها ب30 وب60 و100 في هذه السنة عام 2016. ونشكر الله ونشكر الرب من أجلكم أيضا، أنتم اللي الرب استخدمكم في هذه البركات وفي هذه الخدمة. ونشكر الرب أيضا، يعني أبواب كثيرة الله فتح أمامنا، مو بس المشاريع أو الدعم أو أمور أخرى، لكن الرب أعطانا يعني كادر أكبر، الرب أعطانا برامج جديدة، الرب أعطانا متكلمين ومن استوديوهات في ولايات أخرى وكندا. نشكر الرب على هذا التوسع. ويعني أكو عندنا الآن برامج قوية جداً جاي، يعني روحيا وأيضا جغرافيا وتقنيا، هذا بالإضافة إلى قسم راح أتذكر، ما راح أتذكر كلها، قسم من بركات الرب أنه الأجهزة الجديدة، الكنترول روم الجديدة، السطح الجديد. نشكر الرب أنه يعني ولو كلفنا كثير، لكن the good news أنه سطح البناية، سطح العمارة، سطح الأرامية أنه كملناه، ولو التكاليف يعني حوالي 44,000 ما عدا 17 أو 18,000 أجور الأجهزة الجديدة للسنترال هيتينج اللي هو الاير كونديشن اللي هي على السطح. سو تقريباً كلف 60 أو 60 وشوية، لكن نشكر رب أنه هذا المشروع انتهينا منه. لكن وفي وسط الانتهاء صارت مشكلة. شنو كانت المشكلة؟ أنه الشركة اللي كانت تسوي ريمودلينج الروف كله، السطح كله، أنه شلناه أو شالوه وجابوا سطح جديد. في منتصف أو في هذا الأثناء ما حسبوا حسابهم العمال أو الذين يشتغلون، فإجت عاصفة في المدينة اللي إحنا بها، والعاصفة طبعا الأجهزة الكهرباء أو أجهزة الاير كونديشن كلها القديمة كلها كانت على صفحة، والجديدة أيضا على صفحة. وفجأة
نزل مطر قوي بشدة، كانت عاصفة، وكل المطر اللي من الجانبين والوسط نزل في البناية ابتداء من سقف الطابق العلوي إلى الاستوديو فوق، إلى سقف الطابق السفلي، إلى الاستوديو جوا، إلى البيسمنت والأجنحة الأخرى، من ضمنها غرفة السيطرة، غرفة السيرفر روم، المرافق الصحية. صار هناك دامج، لكن بعدين راح نتكلم إلى هذه التفاصيل. لكن أنا أريد أعظم الرب من خلال هذه المناسبة، أنه نشكر الرب من أجل السطح، نشكر الرب من أجل الذين أنتم الذين دعمتم في إنجاز هذه المشاريع، مثل مشاريع الكبيرة قصدي اللي هو السطح الآرامية، اللي كنا حوالي لمدة سنين يعني دائما كل سنة يجي المطر وتصير عندنا إشكالات في الطابق العلوي والطابق السفلي. So praise God مثل ما يقولون بالعرب بالإنجليزي، أنه هذا كان عبء كبير علينا من خلال آخر 4-5 سنوات، والآن يعني إن شاء الله هذا الشتاء راح يكون بدون أي ليك، بدون أي مطر داخل الآرامية. ولكن أكو عندنا أيضا بركات أخرى أو تشكرات أخرى للرب، أنه ماذا عمل الرب من خلالكم في هذه القناة. لكن أترك الآن الميكروفون إلى الأخت نوال وهيفاء، وبعدين راح نرجع إلى بعض التفاصيل اللي تأذينا من خلال عملية إنجاز السطح. نعم. أشكرك أخ باسم، هنعود للتفاصيل تاني معك ومع الأخت هيفاء، بس الأخت هيفاء بين إيديها الكتاب ودايما على قلبها أنها تحط الكلمة وتتمسك بالكلمة وسط كل الظروف الخير والظروف اللي هي مقلقة برضو والقلق الموجود. كلمة الرب بتقول لك ايه النهاردة اختي؟ امين اخت نوال. يعني في مجال باسم، يعني احب انه اكمل شكري اولا للرب من اجل كل الاحبة المشاهدين والداعمين، واحس انه احنا كلتنا في نفس المشن، نفس الارسالية، احنا وهم من هالشكل نسوي، نعمل الآرامية في اسبوع حتى نبلغهم باخر المستجدات ما يعمله الرب في من خلال الآرامية ومن خلالهم هم طبعا، من خلال صلواتهم ودعمهم. وايضا طبعا اكو تحديات بالخدمة اللي هم ايضا يحبون يعرفون هذه التحديات حتى يصلون. بس انا يعني اشوفه انت دا تتكلمين انه يعني كأنه اجى على قلبي عدد من الكتاب المقدس اللي يقول الرب يسوع من قال ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. وإحنا كلنا هنا بالآرامية مع كل أحبة المشاهدين دا نعمل بجهارة لتوصيل كلمة الرب وبقوة، أنه يعني شون العمل كبير، وده نشوف أنه بهذه الأيام نحتاج أنه نخلي مر يعني جهود وتضحيات، والكل ده يضحون، وإحنا مدى يعني مدى نقدر يعني نسترسل أو يكون عندنا مجال بعد أكثر، حتى لأنه نحتاج إلى فريق عمل أكثر. بس نعم هذه هي الساعات الأخيرة اللي دا نشتغل كلتنا بيها، بس هو الآن هو وقت العمل، وقت النهار، لأنه ما نعرف بعد أشهر أو بعد سنة أو بعد سنوات إيش راح يصير بالميديا. فلهذا أنه it is a privilege، هو امتياز لنا كلنا أنه نعمل في هذا الحق. أعرف تحديات إبليس طبعا، يعني المشكلة الأخيرة اللي صارت اللي باسم شارككم بيها الأسبوع الفات، طبعا صار بيها إرباك بالعمل، صار بيها ستريس، وقسم من الأشياء اللي إحنا كنا يعني تخطيطاتنا صار بيها cancellation، لأنه الإرباك اللي صار خلانا نسوي فوكس على هذه، لأنه بعدين راح يشوفون النتائج والهذه. بس أنا أحب يعجبني أن أقرأ أخت نوال شن دا أشاركش بيها. يعني إحنا ما كان
ما كنا متهيئين ومتحضرين، بس لأنه خلينا كل شيء على صفحة حتى نبلغ الأحباء المشاهدين بالمسجدات الآرامية. بس الكلمة اللي هي معزية لقلوبنا كلتنا ولقلوب الأحباء المشاهدين، اللي طبعا كلتنا نمر بأوقات صعبة، بظروف صعبة، بمشاكل. الحياة هي ups and downs، مرة نكون في قمم الجبال، مرة نكون في قعر الوديان، بس احنا نعرف انه الرب معانا في قعر الوادي، هو ستيل شايلنا وحاملنا في إيديه، لأنه بخطته يعني بإرادته الشيء اللي يصير، هو he is in control. فأريد أقرأ من إشعياء 43، تقول كلمة الرب، سوري ما نط إشعياء، في يا إشعياء 43 هو عددين 3 وال 43، يقول تقول كلمة الرب: والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، إذا اشتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلذع واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، جعلت مصر فديتك، كوش وسبع عوضك. وبعدين يعني يكمل الفصل. فهنا يعني وعود الرب إلنا، مهما مررنا، مهما صارت يعني ظروفنا صعبة، نعرف إنه الرب دينطينا اطمئنان من كلمته ومن وعوده. ولا ننسى وعود الرب من نكون في مأزق ومن يكون عندنا مشكلة، لأنه تكون يعني هي سهلة من تكون ظروفنا ماشية زين، من everything is good، يعني الأمواج كلش خفيفة هذه وظروفنا جيدة، ونشكر الرب ونسبحه. بس من تجي الظروف الصعبة هناك نتذكر وعود الرب إلنا، وعودة أمينة وعودة يعني يكملها. لهذا يقول لا تخف مهما تكون الظروف، إذا اشتست بالمياه لا تغمرك المياه، إذا اشتست بالنار النار ما راح تحرقك. وهذه الوعود هي إلي وإلك وكلتنا هنا لحياتنا الشخصية، بس إذا عندك خدمة بالكنيسة، إذا الرب يرسلك في إرسالية، السل هي وعودة ثابتة ووعودة أمينة، ولازم نبقى إحنا أمناء بأنه نثق بوعوده. يعني إذا صار عندنا قلق، إذا صار عندنا فعلا ارتباك، إذا معنى هذا أنه إحنا نقول الكلمة لكن لا نطبقها، مش بنعيشها، لا نعيش الكلمة. والرب يقول لنا اليوم أنه نعيش الكلمة. يس، الشيء اللي صار بالآرامية صار إرباك بالعمل، يعني كانسليشن لقسم من البروجكت، تأخير، بس نعرف أنه الرب هو اللي راح يهتم بهذا الموضوع، وهو اللي راح يعوض، وهو اللي راح يرسل إذا الناس يساعدون، أو إذا قضية insurance whatever everything will be good. أمين. أنا بشكر رب من أجل كلماتك وكلمات الأخ باسم. إحنا كنا تقريبا من حوالي أسبوع مع الأحباء المشاهدين، وكنا برضو في الآرامية في أسبوع، وكنا بنقدم شكر للرب، وكان في برضو مشاركة لكل كان المستجدات للخدمة، حاجات كتيرة. لكن اللي حصل من خلال أقل من أسبوع بسبب ظروف الكل عارف الاجتاح الولايات كلها، وإحنا طبعا أصبنا. والحقيقة أنا كنت بفكر في اللي حصل بشكل مفاجئ. كنت بتقولي إرباك، ما هو الإرباك بيحصل إيه؟ إن العدو لما تكوني في حرب بيجيلك وبيفاجئك، عنصر المفاجأة هو اللي بيهاجم بيه عدو الخير دايما. وفاكر كويس، أو هو فاكر عدو الخير، ان احنا ملناش اله، ومش واله، وناسي ان كمان مش ملناش اله، ناسي ان الهنا حي. الهنا حي اللي بيعتني بينا واللي بيذكرنا بالوعود، وعوده اللي معانا. الوعود دي انا بشكرك اخت هيفاء من اجل الوعد والوعود الجميله اللي انت قدمتيها، مش بس عن اختباره انك بتتمسكي بيه، بتقول له رب وعودك دي انت قلتها، لكن كمان علشان اي شخص الان
بيمر في ضيقه وكتير قوي بيمروا في ضيقه يكون ليهم نفس الوعد ده. كنت بصلي بقول له رب احنا مش ملاحقين ناخد نفسنا او بنشكرك صحيح بس كانه دورة ده يا رب انت قصدك في ايه. فكان في نوع من الاطمئنان انه اطمني لانه كده صح قوي لما نبقى باستمرار بنصرخ لله ومفيش الكمفورت زون ومفيش الارتخاء. فده دايما بيبقى فيه نوع من العلاقة القوية، الصراخ، الالتجاء، التمسك، الاتكال مش على إمكانيات بشرية لكن عليه هو لوحده. عشان ما طولش يعني في كلام كتير وفي أحباء كمان معانا هيكونوا على التليفون، ضيوف كرام، إخوات في الخدمة مش ضيوف actually معانا اتصال دايما بيشرفونا أحبائنا شركاء الخدمة واللي دايما قلبهم وبيصلوا عشان الخدمة. أخد الآن اتصال من الشماس وراهم. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا بيك معنا في برنامج الأرامية في أسبوع، تفضل. سلام المسيح معكم. يا أهلا وسهلا شماس وراهم. سلام للأخت نوار. شكرا دكتور باسم والأخت وفاء. شكرا. سلام خاص لكل العاملين في قناة الآرامية، الله يحفظهم. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك دكتور باسل. لو تنطيني شوية مجال أربط الموضوع هذا شنو هو تفضل اللي صار في قناة الآرامية هي مو مشكلة ولكن هي امتحان من الرب، امتحان للرب لأن هذول اللي يسمعون هاي القناة ولهم خشوع وإيمان في يسوع الفادي. شوف يا دكتور باسم، كان أبونا إبراهيم كبير في السن حيث لم يكن له ولد وكان شيخ وكان صار زوجته إرادة الرب رزق بابن سماه إسحاق. فكم هذا الابن كان عزيزا لإبراهيم ولكن الرب أراد أن يجرب إيمان إبراهيم كما اليوم يريد يجرب إيمان المؤمنين ومحبين قناة الآرامية. المشكلة عندنا مثل ما يقول تكون لكن حبنا بالمسيح وبقناتنا لازم نتمسك بيها. آمين. قال له الله قال له تقدم لي ابنك إبراهيم فداء يعني اذبحه. فعاد ابن إبراهيم إسحاق إلى الجبل ولما الحطب والسكين بيده قال له يا بابا الخشب موجود والسكينة موجود وين الكبد حتى يشوف إيمان إبراهيم يشوف إيماننا إحنا. هو بالأثناء مسك إبراهيم ليس أعطي فحة وربك دزوا كبش قال له يا إبراهيم لا تذبح هاك اذبح الكبش. إحنا اليوم نفس الشيء، صار هذا الفيضان، صار هذا المطر، صار شوية يعني بالقناة الآرامية ولكن هاي تجربة إذن الإيماننا. نشكر الرب، أنا واثق بالمؤمنين وبكل الطيبين الذي يعرفون محبة المسيح ويعرفون محبة قناة الآرامية ودوره في بث هذه البرامج الحلوة اللي ضمير الإنسان وجسد الإنسان يشبع من هاي البرامج من كل اللغات بالسورة والعربية وإخواننا العابرين. فهاي مو مشكلة، هذا امتحان إلنا بقوة يسوع الفادي وبصلواتنا وصلواتكم كل شيء راح يحل.
آمين. أنا أقول الله بيجرب وإن شاء الله إحنا نكون حسب التجربة إن الله قادر أن نقدر أن نكمل وصية الرب. الله يبارك فيك يا أستاذ باسل ويبارك أخت نوال. شكرا. ويبارك أخت وفاء وكل العاملين واحد واحد فردا في قناة الأراضية. ونشكر كل من يسمع هذه القناة لأنك قلوبهم مع الأرامية. وأشكرك يا دكتور باسل والله يحفظك. أشكرك عزيزي شماشة أوراهم بس مجيانوخ وآلان ناطيرو. And thank you very much. شكرا جزيلا لهذا الاتصال والخطوط مفتوحة للأحباء المشاهدين للمشاركة. لو عندك سؤال الأخ باسم الأخت هيفاء في تفاصيل كثيرة لسه حيستفيدوا فيها معكم. معنا ضيف غالي وضيف كريم وهو كريم واسمه كريم. برحب بالأخ كريم أهلا بك معنا على التليفون وربي باركك أخونا الغالي. اهلا وسهلا بالسؤال ربي بارك في عزيزتي. اهلا بحياتي لحبتي دكتور باسي وخطيفاء. يا اهلا وسهلا اخونا كريم يا مية هلا بيك ربي يبارككم. ثانك يو. حقيقه حتى ارسل الاخوه المشاهدين احنا في برامجنا بعد ما صار هذا الليك والفيضان على راميه تاثرت الاجهزه حتى الصوتيات كنا الناس تتصل بينا من أوفرتيز يعني من كل العالم لكن الصوتيات تأثرت والبرنامج اللي أقدمه برنامج تساؤلات اللي أقدمه يوم الأربعاء يعني نرجو من الأخوة المباركين أن يهتمون في هذا الموضوع لأن أنا تفاجأت وجيت وقلت الأرامية فائضة بتشرع يعني الرب هو رتب لنا الموضوع وبدينا نعمل البرنامج مالتنا وكنا عانينا كثير من هذا الموضوع وخاصة الأجهزة اللي تأثرت يعني ليك مباشرة على على الأماكن الحساسة وتعرفون يعني أخواننا وحبايبنا المشاهدين إنه أجهزة الكاميرات والكمبيوتر وهذا أي مال يدخل عليها يسوي لنا مشاكل وفعلا سوى لنا مشاكل لكن احنا نصلي ان الرب يكمل العمل. امين امين امين. ربي يباركك اخ كريم. شكرا. ربي يبارك لنا شكرا احتياج الارامل واحنا عندنا اخوه وحبايب مباركين واكو امور احنا نعرضها امامهم وهاي الامور احنا شفناها وعشناها يعني تألمنا وبدينا انه نقلق انه في برامجنا تصير مشاكل ابليس بيشتغل ضدنا لكن احنا ننتهي باسم الرب يسوع المسيح. ثانك يو. اشكرك عزيزي كريم. God bless you. هو الاخ كريم فعلا انت فعلا الاخ كريم لما جه كان برنامجه تقريبا ثاني يوم او ثالث يوم لما السيل يعني كأنه هو فعلا تقريبا كان السقف مفتوح والمية نزلت في ثلاث طوابق بما فيهم البيسمنت الطابق الأرضي كأننا كنا بدون سقف وإحنا فعلا كنا بدون سقف وكان كل هم الطائم أو كل الستاف كل همه الأجهزة الخطيرة إنها بحيث اضطرينا يعني unplug everything يعني نفكك كل الأدوات اللي تخاف عليها. أنا فاكر الأخ باسم يقول يا جماعة ديروا بالكم بسرعة فكنا بنحاول نشيل الأجهزة علشان المية ما تجيش عليها حتى طفينا الكهرباء مع هذا الاستوديو والبيسمنت لألا يصير يعني ماس كهربائي وحريق مشكلة يعني ننتل بالكهرباء. So الحمد لله يعني مش السلامات. Thank you أخويا كريم. God bless you. لكن الأخ كريم ذكر كلمة قال على الأماكن الحساسة وأنا أريد أوضح ما هي الأماكن الحساسة التي فاضت بالماء من السقف. المنطقة الأولى هي server room upstairs ولسوء الحظ السيرفر الكبير كان على الأرض يعني مو خلينا نقول in the rack لأن ما كنا متوقعين أنه يصير فيضان بالطابق الثاني عادة يصير فيضان بالبيسمنت
فهذا انه تاثر، ولهذا التكنيشن مايك لما اجى رايت اواي رفعه وخلى شويه غراض جوات على مود يرتفع من الكاربت، لانه الكاربت كله كان الفلور يعني القاع نفسه صار طالع. نطلع الان الصور. المنطقه الثانيه انه اللي هنا بالكنترول روم بدت المي تنزل من السقف، ورايت سوينا انه غطينا الكاميرات كيبل نايلون او خاصه الراك هناك اللي بترايكاستر سيرفرات اخرى وكمبيوترات واجهزه اللي يعني راح يشوفها المشاهد. سو هذه فعلا كانت مناطق حساسه، لكن راح نشوف بعد قليل المخرج راح يطلع قسم من الصور اللي يسمونه بالانجليزي افترماث، انه رحنا اجرنا دمبستر كبيره لانه كل التايلز اللي فوق يعني لور سيلينج تايلز مال ابسترز وداونستيرز كلها تلف. هذا بالاضافه الى دراي وول. يعني انا بس اريد اسمحي لي اوضح، يا ريت لو الاخ المخرج يطلع الصور وانا يعني راح اعلق على الصور. سو شنو اللي صار؟ انه البنايه طبعا هذا الدمبستر اللي يعني اجرناه على مود كل التنظيفات الدراي وولز الخايس او اللور ثيرد الى عفوا لور سيلينج اوكي قلنا صح بي. لكن انا اريد اقول شيء واحد، انه هذه البنايه اللي احنا بيها هي دبل لاير اوف ذا دراي وول. شنو معناته؟ يعني انه الدراي وول هنا طبقتين داخلي وخارجي، فلما اجى المطر على الطبقه الخارجيه داخل البنايه يعني اللاير الثانيه تشبعت بالمي، فالمشكله هنا أنا جاي نتعامل يعني مع الرطوبه والمويستشر، وهذا اللي راح يؤدي الى العفن اللي بالانجليزي اسمه مولد. ولهذا رحنا جبنا شركه اخرى اسمها سيرفو شنو سيرفو برو سيرف برو سيرف برو. هذه الشركه صار لها حوالي اسبوع يعني جابوا حوالي 30 40 من هذه الدرايرز الضخمه حتى تمتص الرطوبه حتى لا يصير تعفن بالدراي وول الطبقه الثانيه يعني اللي ما نشوفها. فيعني شركه they are doing good job and every day يوميا جايجون وباجهزتهم يقيسون درجه الرطوبه خوفا من المولد، لانه يعني اذا صار مولد بصوره غير مباشره بحيث احنا ما نحس به راح it will spread يعني راح ينتشر، واذا انتشر المولد في البنايه اي بنايه تعرفون ذاتس ات يعني البنايه انتهت بعد ما تسوالها فلسين بعدين خطره على الموظفين. سو هذه النقطه اللي ردت اقولها. بس انا اريد اسال سؤال الى هيفاء، لانه عاده لما الواحد بامريكا يسمع انه صار فلود يقولون اوه ذاتس فاين اكو انشورنس. اوكي انا اريد اسال سؤال الى هيفاء بخصوص انه اوه يا اكو انشورنس الانشورنس راح يعوض. Well, مع الاسف انه مو كل بيت ولا كل بنايه هي مؤمنه ضد الفلود. And لسوء الحظ احنا بنايتنا يعني ما مؤمنه للفلود بعد لاعتبارات اخرى، بيكوس ردنا ان يكون دفعاتنا للانشورنس قليله. لكن ما كنا متوقعين انه لهيك حاله ايضا بحيث الانشورنس تقوم ضدنا. فانا اريد اسال هيفاء بعدين راح ارجع على هذا الكلام، انه ماذا قالوا لك الانشورنس بدون ذكر اسم الانشورنس مال اراميه؟ لما اتصلتي بهم ولو اليوم اكو عندنا واحد الادجستر مالتهم راح يجي بين الثلاثه والاربعه، ماذا قالوا لك؟
والباسم اولا احب اقول انه الحبال المشاهدين اولا احنا طبعا يعني عندنا أربعة او خمس انواع من الانشورنس مو بس للبنايه لكل لانه يعني احنا مأمنين ولازم نأمن مو بس البنايه تأمين بعدة دايركشن بس طبعا التأمين بحيث ما ندفع البلات تكون يعني كثيره فاحنا طبعا مأمنين البنايه بس ايضا من اتصلنا يعني خلينا كليم واحنا قلنا لهم انه الشيء اللي صار وطبعا الديدكتبل مالتنا هو كلش عالي اولا باسم هاي لو وهذه الديدكتبل فيري هاي ليش حتى يعني احنا متكلين على الرب انه ما يصير بس اذا صار وي ويل باي يعني ندفع الديدكتبل اللي هي ما اعرف ايش قد المبلغ بس من وصلت انه طبعا اخذوا الاسئله وهاي تقريبا احنا ساعه ننطي لهم المعلومات بعدين يعني ثاني يوم السيل بيرسون مالتهم بالانشورنس قال لي ويل يعني اي وينت ثرو ذا انشورنس بوليسي مالتكم وهذه شفت انه الطريقه اللي مكتوبه مع شنو انه يو ار نوت كفرد وذ ذا بيلدينج يعني وذ الشيء اللي صار بالهذه يعني المية اللي نزلت والدراي وول والكاربت والمع شنو كل هذه you are not covered بس yes the personal property يعني إذا أكو متعلقات إذا أكو يعني مثلا يعني إحنا كثير بوكسز أخذنا شفتي كلها باشت بالمية كلها راحت يعني مثلا البوكسز مع الانفلوبس الادمينستريشن يعني أشياء بالأرامي كلها راحت البرسنال بروبرتي يس كود بي يعني كوفرد بس طبعا راح يخلون أيضا الهاي ديدكتبل عليها سو يعني راح يدفعون يجوز فد يعني مبلغ ما أعرف إيش قال المهم بس the main thing على الإنشورنس على الكب كبناية يعني they will not take care of it لأنه الشيء اللي صار إنه كان على أساس الروح يعني هم يخلوها تعرفين الإنشورنس شلون يعني يخلوها بشكل آخر إنه well يعني ما كانت كويند إجا وأخذ ال هذا أو ما كانت يعني عاصفة يعني عاصفة بحيث أخذت الروف كلها وبعدين إجا الووتر لأنه كان أكو somebody working on it بس طبعا إحنا يعني ظروف أو الوذر مال يعني الجو مال ميشيغان هو كثير يعني مفاجئ وقتها إحنا الأسبوع ده كله أخت هيفاء يعني نزول المطر كان غير متوقع بحسب اللي بيخش على الانترنت يعني انا بيتلحهم. حتى نحول الى النقطه الاخرى بس في نقطه مهمه اخ باسم قبل ما انا عارفه حضرتك هتكمل بس الكلام اللي قالته اخت هيفاء ده هوت انه مين مننا كان دايما عيله على الانشورنس ويبتدي يعمل نيجوشيشن معاه ويبتدي يفاجئ بقى يعني ده متعارف عليه في البلد اللي احنا عايشين فيها اسمح لي اخ باسم اخد اتصال معنا الاخ كمال يلدو اهلا وسهلا بيك اخ كمال مرحبا عليكم بهذا اليوم يا اهلا وسهلا اخ كمال اهلا وسهلا انا اللي سمعت قليل من كلام الاخت هيفاء وبالحقيقه الواحد ما لان يتضامن وياكم لكن اكو فت قضيه أنا متأكد أنتم أيضا ربما تهتمون بها اللي هي ضرورة استشارة محامي شركات الإنشورنس تعمل من أجل الربح وتحاول قدر الإمكان أن تفلت من دفع المستحقات لكن وجود محامي ربما القضية تختلف وشركة التأمين عندما تسمع عندكم محامي أنا متأكد رح يراجعون كلامهم كثير لأنه أيضا هم ما يريدون يدخلون محاكم وبالتالي تنقلب كل القضية عليهم يعني أنا اللي أتمنى عليكم أن ما تخلون القضية تمشي فقط بالكلام اللي قاله أبو الإنشورنس هذا الكلام متوقع ودائما يحاولون أن يذبون اللوم على الكلاينت حتى هم لا يدفعون مسألة معروفة أتمنى عليكم أن تستشيرون أكثر من محامي وأن تراوهم البوليسي مالتكم ربما هناك فقرات قد يجوز الإنسان يقدر يستفاد منها
يا نعم شكرا. الكلام اللي أحب أن أقوله بالحقيقة مؤلم أخي باسم وأختي هيفاء وعزيزتي نوال، مؤلم بأن مشروع لتطوير البناية وتعميرها يتحول إلى ألم. الإيميل اللي دز الأخ باسم كان إيميل حلو، قال إحنا مقبلين على تغيير ومقبلين على كذا، صلونا أن تمشي الأمور بشكل طبيعي. حتى وإن ما مشيت بشكل طبيعي، أنا عندي فد ملاحظة صغيرة. الصعوبة هي امتحان، امتحان لرغبة الإنسان بتجاوزها، امتحان لهذه المبادئ، امتحان لقدرة الإنسان على تحمل الصعاب. أنا متأكد 10 سنة مرت على الآرامية لم تكن شهر عسل، كان بيها كثير من الآلام وكثير من الصعوبات، لكن أقول الحمد لله هاي 10 سنة مرت وهاي أيضا ستمر، لأن أكو إرادة وأكو صلابة وأكو إيمان موجود عند القائمين على هذا المشروع. أشكرك. لا 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 أنا أتحدث من كل قلبي أخ باسم، أنا ما أجاملك صدقني. الموضوع الثانية اللي أحب أن أنوه عليه اللي هي طبيعة صلة الآرامية بالمشاهدين، مبنية على الصراحة، مبنية على الشفافية. هذه هي الآرامية بين يدكم، هذه هي الصعوبات التي نواجهها. كم منكم أنتم ترغبون باستمرار هذه الخدمة، وكم منكم سيدير ظهره عليها ويقول لا خلي يروحون. أنا متأكد غيرة المشاهد وغيرة الناس اللي تحب الآرامية وتقدر الخدمة الكبيرة اللي تقدمها سوف لن يتركوا الآرامية لوحدها. آمين. سيقفون معها ويتضامنون معها، كما نقول دائما في السراء وفي الضراء. اليوم أكو موقف صعب، وأنا على يقين بأن المشاهدين الكرام سيكون لهم دور بتجاوز هاي المحنة، وبالدرجة الأساسية هي مبنية عليكم وعلى إرادتكم، وأنا على يقين بأن قادرين أنتم أن تتحملون هاي الصعوبات وأن تعبرون إلى الضفة الأخرى حتى يستمر هذا العمل ويستمر هذا العطاء، وتكونون أنتم فرحين والمشاهد أيضا يكون فرح. أشكرك على هذه الكلمات المشجعة عزيزي كمال. أتمنى لكم كل الموفقية، وأتمنى أن تعبرون، لأنه مو سهل مع كل المهمات اللي ملقات على عاتقكم، تهيئة البرامج وتهيئة الضيوف والاتصالات، ويأتي شيء طارئ أيضا، الحمل مو قليل أخي باسم، لكن أنا على يقين ظهرك قوي ومعاك الأخوات والأخوة بالآرام. شكرا لكم. شكرا لمحبتك. أشكرك شكراً عزيزي لي. كمال شجعتنا، يعني الأخ كمال قال أنه التعمير فعلا احنا كنا مثل نحمية يرمم أسوار أورشليم، ولو احنا هنا مو بس نبني الأسوار وإنما أكثر من الأسوار، أنه نحن نبني الشخصية الروحية للمشاهد، لأنه البعد الروحي وليس بس مجرد بناية. أكو واحد يبني كنيسة أو بيت، لكن الآرامية جاي تبني أكثر من كنيسة، أكثر من بيت، وهو أنه نبني الحياة الروحية للمشاهد. ويعني نصلي أنه المشاهدين أيضا يدعمونا بصلواتهم حتى نعبر إلى الضفة الأخرى. لكن أريد أقول أخير شيء، أنه إحنا ما سوينا هذه المشكلة، هذه البناية هي مو مالتي ولا مال نوال أو هيفاء، هذه البناية آلاف المشاهدين اللي تبرعوا، وهذه فلوس المشاهدين. فقط السطح دفعنا 40 وشوية، 42 43 بالبداية كان 40، بعدين زودوا في 2003، أكثر من 40 ألف احنا دفعنا
لتعمير السطح كله. سو اجى المطر، ليش احنا ندفع ندفع الدامج هذا؟ اوكي somebody else لازم يدفع، لانه ما كان صوتنا، احنا دفعنا فلوسنا حتى يتصلح السطح. لكن هذه نحتاج الى صلواتكم، و the worst thing انه نروح الى المحامي وندفع فلوس للمحامي ويروح نتداخل في كتابنا وكتابك، واحنا وقت ما عندنا حتى نسوي البرامج مالتنا، تعرفين يعني ايش قد راح يحتاج وقت. يعني قال المحامي وقالت ما حدش يحب يخوض في هذا الأمر، حتى مش مؤسسة، هذه another full time job. يعني كتير من جرب مثل هذه المواقف، ويعني قد إيه كانت تجربة. وبعدين هذه الأيام يعني الشركات أبدا ما بها رحمة، يعني مثلا السطح أخذ 44,000 دولار، الأجهزة مع الاير كونديشن كانت حدود 17,000 دولار. هذه الشركات الأخرى هسه مع الدراينج تجفيف للتجفيف الرطوبة okay. وبعدين نجي ندخل بعدين اكسر الدراي وول وجيب دراي وول الجديد، وفرغ التايلز خلي تايل جديد، شيل الكاربت خلي كاربت جديد، الدرج، الباثرومز، السينك، سو البيسمنت. خوفنا الوحيد عفوا اخر كلام اقوله انه كل هذه بصفحه والعفن والمولد بصفحه اخرى. ليش؟ لانه اتس تو لاير، طبقتين، فهنا ممكن ان يصير دراي يعني يابس يصير تجفيف، بس اذا اكو نقطه واحده من خلاف من خلف اي حائط اذا بعد رطوبه انا ذاك راح يصير يتحول الى مولد. ولهذا يعني حتى هذه الشركه اللي هسه جاي يجففون صار لهم 4-5 ايام، هاو كان اي تراست ذيم، لازم اروح اخذ سكند اوبينيون another investigator what you not about the industrial hygienist حتى اتاكد انه مطابق للمواصفات، ماكو دراي وولز خلفيه لا زالت رطبه. رطبه طبعا يعني مشاكل كثيره. اقدر بس اقول شيء واحد بس، يعني اعرف باستر جوزيف على الخط على بس باسم، بس احب اقول لحبال المشاهدين احنا انه احنا قبل ما نسمع الانشورنس يعني راح يدفعون ولا لا، أخذنا الإجراءات حتى نحافظ على البناية. يعني رأساً أخذنا الإجراءات من إنه رأساً شركة جتي وبدت بدت يعني المجففات، بدت بالمجففات، وبلغنا أيضاً الإنشورنس بنفس اليوم وأيضاً يعني شفت إنه يعني أخذوا قطع الدراي وولز وقطع الأماكن هذه حتى يسوون تيست، وحتى أيضاً يخلون يعني يصير التجفيف على المناطق اللي صار بها يعني ويت. لهذا احنا ما وقفنا انه راح تدفع الانشورنس ولا لا، لانه هذه البنايه لازم يحافظ عليها من باي صوره من الصور، لازم يعني الاجراءات تكون بسرعه، لانه المي راح يكون صعب يعني بخطوره. لهذا راسا اليوم الثاني اجت الشركه وتم يعني بدوا بالعمل. Shukran. Now I would like to welcome Pastor Joseph. Welcome to the show. Salam alaikum. Ahlan wa sahlan, Pastor Joseph. Ahlan bi. Farhan isma sawtakum. Wa ana aaraf hasa al shaytan huwa yiqrah al aramiyya 100%. Huwa yiqraha. Lanahu hadha mashkila kabir. بس إلهنا هو أكبر. آمين. Yes. Praise the Lord. Well, Pastor Joseph, I believe you saw some of the videos and pictures that we sent to you and other brothers. And I just want you to say if you have any word of encouragement to us, because you know how much we went through last week, and not only last week, this week, and then after that, to deal with the legalistic of lawyers and insurance and whether how to cover the damage that has been done from the ceiling to the basement.
Yeah. Well, it's like I said, you know, it's clear that that Satan does not appreciate the ministry of ABN and the Trinity Channel. And anything he can do to stop the ministry, to inhibit the ministry, it is clear that he wishes to do it. And so, yeah, it's something we need to really ask our viewers to pray with us. Yes, we need their help, their prayers, their support, especially as we're gearing up for the International Apologetics Marathon. The timing couldn't be much worse. But we thank God that though the devil may attack our building, he may attack some of our viewers' bodies or our finances, he cannot attack the spiritual ministry that he has committed unto us. And we will continue in the name of the Lord. And so we just ask our viewers to watch and pray, as the Lord Jesus said, to watch and pray with us, and as they are able, to give, because I don't know what all of the bottom line is going to be. I heard a lot of figures in Arabic, but at the end of the day, the cost of just having to deal with all of this is not something that we should be having to pay for. We want the money, as you said, to go for programs, to go for the gospel, to go to the other ends of the earth, not to have to go for unnecessary repairs. But we have to have a building, we have to have a studio, so we ask God to move through the compassion of our viewers to help us in this matter, to get us back completely where we need to be, so we will not be inhibited in any way in sharing the gospel to the other ends of the earth. Thank you, Pastor Joseph. Thank you so much. Thank you for your word of encouragement. God bless you. Thank you. Bless you. Yes. Thank you. Rabbi barakak, Pastor Joseph. خلينا ناخد فاصل قصير ونعود نتحاور معاكم نعود لاستكمال هذا اللقاء مع حضراتكم والأرامية في أسبوع. ابقوا معنا.
ومن جديد الأحباء المشاهدين معكم في هذا اللقاء والأرامية في أسبوع، ومع الأخ باسم والأخت هيفاء ومع كل ضيوفنا الكرام اللي كانوا معنا على التليفون، ومعكم أيضا أحبائنا المشاهدين. نحب نسمع منكم، نحب نسمع صلواتكم، نحب نسمع دعمكم، أي شيء تحبوا تقولوه معنا، تصلوا معنا من خلال الموقف اللي احنا بنعيشه ده في الأرامية. ربنا يبارككم، ارفع سماعة التليفون، هنكون سعداء قوي اننا نسمع أصواتكم، محبتكم، تشجيعكم، تعاضدكم في مثل هذا الموقف اللي احنا فيه في أثناء الخدمة. اسمحوا لي أرحب بالشماس عيسى. عيسو أهلا وسهلا بيك معنا، والرب يباركك. سلام المسيح يا أخت نوام. سلام الرب معك، أهلا وسهلا. سلام للأخ الدكتور باسم والأخت هيفاء. أهلا وسهلا أخويا شماس عيسى. الرب يبارك حياتكم ويبارك طبعاً قبل ما أبدأ بكلامي أحب أقرأ آية من كتاب المقدس من رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10 آية 13. أحب أقرأها بالعربي وبالسورة، ما عندي مانع. يقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعوكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تتحمل. آمين. يعني الله دائما وأبدا يوصينا أنه نتحمل التجارب فلتكن مشيئته. أنا أعرف، ومثل ما تحدثوا الأخوة قبلي والأخ كمال ذكر أنه المسألة صعبة جدا، ولكن كغيمة سوف تمر مثل ما 10 سنين اللي أنتوا قضيتوها أو 11 سنة ميلاد الآرامية ما كان سهل. في كل هذه السنين كانت أسوار، صعاب، مشاكل كثيرة، ولكن بنعمة المسيح كل شيء كان يسير أمامه سهل. الجبال كانت تسير سهلة أمام الآرامية، لأن المسيح هو في الآرامية. آمين. من خلال خدمة الآرامية مثل ما قال أخي كمال، يعني هذا مو كلام حتى في سبيل أنه كلام شخص لشخص، لا تصدقني، هذا منبع من قلب مؤمن. خدمة الآرامية باللغات الكردية، باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، باللغة السورية تختلف عن بقية الفضائيات. كل الفضائيات الله يبارك فيها وتخدم المسيح، أما هذه الفضائية هي الوحيدة اللي تختلف في رسالتها لكل المؤمنين في كل بقاع الأرض. فلذلك المسيح سوف يكون معاكم في هذه التجربة، ورسالتي لكل أحبائي المشاهدين قناة الآرامية أي كان وين ما كان، يعني أول شيء نطلب منهم يدعموها بالصلاة، لأنه الصلاة هي تنقل الجبال. والشيء الثاني ينطي تعزية لكل العاملين، وخصوصا أنت والأخت نوال والأخت عيفاء وأخ وسام وأندي وكل العاملين، لأنه حسب ما نشاهد ليل ونهار ليل ونهار أنتوا 24 ساعة يشتغلون بدون كلل أو ملل. فالصلاة هي ضروري ضروري لكل هؤلاء. وأيضا أحب أقول كل واحد قدر الإمكان، قدر الإمكان مثل ما تقول أنت، لأنه التعويضات هي مو مسألة إنشورة تتعوض أو ثاني يعوض، لا، هي منه اللي يعوض التعويضات اللي إنسان يتعب أو يعني أنا كنت أقول لها حتى عائلتي لو تليفوني يعني هسه وقع بالمي، طب إنشورة إذا تعوض لي التليفون، بس مواد الموجودة بالتليفون، المعلومات الموجودة بالتليفون شلون راح تعوض لي إياها؟ فأكو أجهزة تلفت اللي صار لها سنين حافظة على المواد الموجودة في قناة الآرامية. فأرجو من كل المشاهدين بنعمة المسيح أن لا يدخلوا بمد يد العون إلى هذه الفضائية.
وأنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. والرب يبارك العمل ويبارك شكرا عزيزي شماشة عيسى بس مجيانو على ناطيره. رب يبارك الأحباء اللي بيشجعونا واللي بيتصلوا، أشكر رب من أجلهم. وإحنا اعتدنا باستمرار من إخواتنا المشاهدين الخدمات هنا باستمرار، سبب بركة لحياتهم، دايما بيستجيبوا لكل شيء، كل أي نداء صادق جدا من قلب الأرامية في مش عايز أقول أزمات لكن مفاجآت بيفاجئ بها عدو الخير. الأخت هفاء ذكرت الحقيقة، قالت مشاريع كتيرة اتعطلت لأنه لما بيجي فند معين بيبقى فيه التركيز أنه يا رب نشكرك هنستخدم ده مثلا في تطوير، في تحديث كاميرا، في أمور كتيرة، في أمور كتيرة يعني في ذهن الأخ بس في ذهن الإدارة وفي التخطيط. لما بتيجي مثل هذه المفاجأة بتتعطي suddenly بتتقلب الأولويات. ما ينفعش بتتقلب الأولويات يعني كلها. معظم المشاهدين يعرفون أنه الطاقم أو الكادر قليل، لكن on top of this مثلا لما تجي هيجي حالة المشكلة أنه تتفاقم أكثر لأنه إحنا أمورنا ما مشيها. سو إذا أكو خاطئ أستطلع فعلا. في معانا الأخ المحبوب سليم جانو، ربي باركك أخ سليم، أهلا بيك ومرحب بهالصوت. مدام نوال أنا مصدوم الحقيقة صدمة كبيرة لدرجة أني أعجز عن أني أحكي أو يعني حضرة الشماس اللي قبلي حكى كلام رائع جدا والرب يبارك حياتكم وخدمتكم، بس ما لي عارف كيف بدي وصل رسالة، كيف بدي لكم طولوا بالكم، كيف بدي لكم بعد هالمعاناة اللي مريتوا فيها خلال العشر سنين. انصدمت صدمة كبيرة. هلا بتأمل انه الرب يتمجد دائما فيكم ويعطي مثال حسن للصبر والمكافحة من خلالكم انتوا في سبيل الخدمة. أشكرك عزيزي سليم، الله يبارك فيك. أنت واحد ويكون ولحنا جاهزين، شو بتريدوا أنا جاهز، اطلبوني. الرب بيقول تطلبونني فتجدونني، اطلبونني من كل قلبكم. احنا بنحط حالنا كجنود للخدمة بخدمة الرب. آمين آمين. ثانك يو، ممنونين عزيزي. الرب يباركك أخ سليم، شكرا على كلمة التشجيع وعلى صلواتك وخدماتك في الآرامية خاصة في غرفة الصلاة، دائما أنت جاهز. أمين. ودائما هناك جنود أوفياء أمناء لخدمة الرب مثل الأخ سليم. وفين جنود الرب؟ يتصلوا بينا الجنود الآن ويقولوا إحنا في خدمة المسيح ونحن في رهن الإشارة مثل ما تريد يا رب، أنا تحت أمرك وبكل إمكانياتي. أخ باسم، أنا يعني ولو تكلمنا عن الفلاد والفيضان اللي صار في ثلاث طوابق، يعني العلوي والوسط والبيسمنت، بس أنا أريد أقول أنا أشكر الرب أنه في آخر كم شهر عشرات الكمبيوترات الضخمة الجديدة أنشأناها أو اشتريناها، أجهزة جديدة جبناها، يعني انترست الآرامية بهذه البركات من السماء. إنكودرات إلى مثلا نورث كارولينا، هنا هناك آيبادات حوالي 3-4 إلى شنو، إلى اللايف توك شوغات مثلا اثنين من كندا، واحد من ولاية أخرى أو كاليفورنيا، ميكسرات، مايكروفونات، سيرفرات جديدة. ولكن أكو عندنا مشروع آخر نشكر رب أنه السطح أكبل، لكن بالحقيقة أكثر من مشروع، بس واحد من المشاريع أنه جاي نتهيئ إلى أسوار الآرامية أو السور الكبير للآرامية، هذا اللي راح يكلفنا أيضا ما يقارب 18,000 إلى 20,000 دولار. بس أكو عندنا يعني أمور أخرى ما أريد أنساها، مثلا خلال أسبوعين راح يبدي الماراثون الإنجليزي ولمدة أسبوعين اعتبارا من سبتمبر 12. مثلا نشكر رب أنه دمبستر هذه مال الزبل أنه انترست
لو ما كان اكو دمبستر وين كان كل هالشغلات اللي صارت بسبب التايل وكاربت والى اخره. لكن اريد اقول انه اليوم عندنا موقف صعب، وانا اشجع المشاهد انه مو بس ان تصلي، لكن ايضا انت تقوم بدورك انه يعني صار اللي صار، ومثل ما صار لويزيانا اخر يومين ثلاثة عاصفة وصارت. فارجوكم اللي يحب القناة واللي جاي يستفاد من القناة واللي دي يصلي من اجل القناة ايضا ان تدعم القناة في هذا المأزق الذي مرينا به. امين امين الالهنا كل المجد. حتى لو احنا مش رجعنا لا على بشر ولا على اشخاص ولا على شركات ولا على انشورنس، بنعرف اننا متغطيين بالدم، لكن الله بيعطينا الحكمه كمان اننا نكون اوفياء او نكون امناء في اللي بناخده. زي ما بناخد الله بيعطينا دايما، بيعلمنا اننا نعطي بالتاكيد، بناخد باستمرار بركات روحيه اخت هيفاء. امين باستمرار. أمين. يعني فيض البركه اللي بيجي من خلال الخدمه دي، ومع كل برنامج ومع كل بث بالتاكيد القلوب الرب بيفتحها انها انا باخد بركات روحيه، لازم الله بيعلمنا اننا نعطي مقابل هذه البركه. الله مش محتاج، لكن الخدمه والعمل على الارض، طول ما احنا في الجسد وطول ما احنا على الارض هنا بنرد الاحسانات الرب، بنرد، بنكون دايما. هو الاخ باسم عطى مثال للويزيانا ازاي ان الناس كلها الكوميونتي كله كان متكاتف. والبارحه مثلا في الكنيسه اللي احنا نروح بها قالوا كل واحد على دولار دولار، هذه يعني تعمم الى كل كنائس امريكا للمشروع بتاع الوزيانة للكارثه اللي حصلت للكارثه. سو طبعا اذا كل واحد دولار دولار يعني كل البيوت اللي تدمرت، وياما حتى القسم مال الكنيسه اللي احنا نروح له قال ايضا انه الناس تعتقد انه كل بيت انه هو انشور ضد الفلاد. نو اوكي سو اكو كثيرين من البيوت they are not covered okay by flood. So صارت في لويزيانا. So اللي الكنيسة أو اللي عنده بيت وانشلع البيت كله، هاي ما عدا 13 واحد ماتوا وما عدا المستشفيات إلى آخره. So أحيانا تجي زوابع وكوارث okay وظروف قاسية، مثل ما بالعراق يجي انتحاري ويفجر نفسه ويروح الأخضر بسعر اليابس، لكن الكنيسة المؤمن في هيك وقت يبين المعدن مالته، هل هو مع الخدمة أم مجرد بس انطيني وأنا ما أعطي ولا مساعدة. تمام يس. تمام أمين. أخت هيفاء ذكرتي يعني أنا بعرف يعني أنت اتكالك على الرب، لكن بديتي في كلامك أنه أولويات كثيرة تلخبطت، وصارت الأولوية دلوقتي بس أن احنا ننقذ ما يمكن إنقاذه. وبيروح كل الفاند، ولسه حتى قبل ما ده بيحصل كنت بتقولي لي نوال أنا يعني I'm barely make يعني أنا بالجوة زي ما بتقولوا أو بالعافية زي ما بيقولوا المصريين، أن احنا بنغطي مصاريف البث. نشكر رب، قلتي لي الكلمة دي، قلتي لي نوال خلينا نصلي، كان مشاركة بقى من غير ما نطلع على الهوى ولا أي حاجة، قلتي نوال خلينا نصلي، لأنه قلتي مع التوسع اللي إحنا اللي صاير إحنا بدي أولويات أن أنا أدفع مصاريف البث الأول، وبعدين صار اللي صار، حصل اللي حصل. فاللي إحنا بنقوله أنا بشكر رب الأخ باسم وسط كل الظروف دي قاعد يعدد بركات الرب، قاعد يعدد إحسانات الرب، ولسه وأنا بشكر رب من أجل الجزئية دي أخ باسم. لكن هذا لا يمنع أنه الارتباك اللي حصل واللي صار، وأنت طبعا نمرة واحد بقت نمرة عشرة ونمرة وبعدين بقت نمرة واحد، دي حاجة تانية جديدة خالص اتحطت في الأولوية. أخذنا وعلي كلمة الرب تعلمت كل الأشياء تعمل معا للخير، للخير أكيد أمين. للخير. فإحنا الشيء اللي صار ما كان خارج عن سيطرة الرب الله، يعني هو عرف وهو خلل هذه لأنه عنده بركات أخرى. يعني هذه يعني الشيء اللي صار الرب راح
راح يعوض وهو اللي راح يسدد الاحتياج وهو اللي راح يكمل هذا المشروع. يا اجى شيء صدفة او اجى شيء مفاجئ. وبالحقيقة انا وانتي تتكلمين ذكرت بذاك اليوم كان عندنا يعني كنت دا اشتغل in two projects. واحد منهم انه يعني الأرضية الادمنستريشن يعني الارضيات انه تبديل الارضيات اللي هي الكاربت القديمه اللي هذه على اساس نبدلها. كنا نشتغل بالكاربت والشركه جتي ودن قياسات وهذه ويعني كنا نسوي اختيار انه اي واحد منهم والاسعار وكل شيء على اساس نعمل الطابق الاول وايضا البيسمنت بس. وايضا بالاضافه لهذه البروجكت الاخر اللي هو كان مهم ايضا واللي كنت دا اشتغل به بتفاصيل اكثر هو السكيورتي ضمان وامان الارامل. شايفه ده ضمان وامان فاحنا يعني كنت دا اشتغل بشركتين ثلاثه كانوا هنا كل واحد ماخذ فكنا دا نشتغل بهذا الاتجاه. وراسا ظلمت الدنيا ظلمت الدنيا وراسا المطر. وانا بالحقيقه انا اللي سمعت اول شيء قلت يعني سمعت المطر من لأنه الادمنستيشن قريب على هذه يعني من سماعة المطر قلت هذا فالشيء غريب يعني صعدنا فوق وشفت اللي الشيء اللي كان دا ينزل كأنه كانت مفتوحة كأنه يعني السماء مفتوحة فوق رؤوسنا يعني يس. فلهذا شنو الشيء اللي صار انترك التو بروجيكس انتركت وبدينا أنه شو ناخذ. بس يعني في كل هذا احنا منتصرين واحنا ليش الآرامية كبناية وكاحنا الهدف الآرامية اخوتنا وعلى مبنية على الصخر ومبنية على كلمة الرب ومبنية على اساس الهدف هو التبشير بالكلمة خلاص النفوس وده نشوف الثمار الكثيرة. ومثل ما قال باستر جوزيف انه ابليس ما يقيم وما يريد هالشغل ما يريد فطبعا يحاول بكل جهده يعرقل فما يعرف انه هذه المعرقلات هي وقتيه بس الشغل راح يكمل. امين الشغل راح يكمل. أمين. فلهذا يعني اجى على بالي الـ يعني البيت البناؤون الحكماء والبناؤون الجهلاء وشون البيت المبني على الصخر. جت المياه وهذه والسيول بس بقى هذا الشيء. فخليني بس اقرا الجزء الثاني. فنزل المطر كل ما يسعى أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. يعني إحنا يعني الآرامية مؤسسة على الصخر مو كبناية. البناية طبعا الرب لأنه مؤسسة على كلمة الرب راح تبقى والرب هو اللي راح يخلي هذه البناية تكون جيدة وما يصير بيها مولد وتكمل وتصلح. وبالحقيقة احنا يعني في الصعود وفي التوسع بالرغم من تحديات ابليس لنا. هذه واحدة من التحديات بس نعرف انه الرب اللي دعانا والرب اللي خلانا الى 11 سنة يعني كملنا فراح نبقى بالرغم من تحدياته لانه اكو ناس راح يقفون في الثغر معانا. أمين لأنه الرب معنا. أمين أمين, أمين. أوكي. تقريبا احنا وصلنا إلى النهاية ويا ريت الأخ المخرج لو يطلع الصور بعد ما أكمل هذا الكلام. أخ باسم اسمح لي أشكر الرب من أجل الاتصال اللي جه ده والقلب المفتوح اللي أعطى بنت الرب وهي مش عايزة تقول اسمها. الرب يعرف اسمها براعت $100 وهنصلي من أجل بنتك ومن أجل كل احتياجات أسرتك إنك تكوني دايما سبب بركة. الرب يباركك. الرب يبارك كل قلب بيدي في الخفاء دلوقتي. في ناس يقولوا طيب هنروح نتصل وقلبنا مع الخدمة دي. تفضل أخ باسم. well, أولا هذا الشيء اللي صار أنه راح يكلف طبعا عشرات الآلاف الدولارات. هاي أولا. ثانيا أنه أنا أريد أطلب من المشاهدين أن يصلون حتى لا يصير عندنا يعني مضاعفات
من ناحيه الدراي وول الثاني الطبقه الثانيه والمولد عفونا. ثلاثه طبعا يعني صار اوريدي الدامج اللي صار مثلا في نفس اليوم صار انقطاع بالبث. ستريس كليتنا شلون كنا ستريسد اوت انه نحاول مثلا الكاميرات الغاليه نركض ناخذها من الجانب نوديها لغايه التراي كاستر طلعت مثلا بال يا ريت لو الاخ المخرج يطلع الصور. تاجيل اللايف توك شو لليوم الثاني اوكي, وبعد ايضا يا ريت لو يصلون من اجلنا انه بعد 10 دقائق راح يوصل المخمن بالانجليزي يعني ادجستر مع الانشورنس نشوف شلون راح يقنعني انه احنا وي ار نوت كفرد او ماذا اعمل ومنين اشوف محامي وش قد راح تطول هذه العمليه. واخيرا انه بليز يعني حتى اذا هذا البرنامج يكون معاد انه ان تذكرنا بصلواتك وترفع سماعه التليفون وتتبرع بالشيء اللي تقدر تسند الاراميه على الاقل الدمج الكبير اللي صار انه حتى نقدر نصلحها. يعني هذه لا كانت خطتنا ولا سوشنا لكن احيانا تصير امور عاصفه وصارت. ثانك يو. امين. نشكر رب, نشكر رب. وده احنا تقريبا وصلنا لنهايه لقائنا مع احبائنا المشاهدين متكلين على وعود الرب اللي من البدايه قريتها لنا الاخت هيفاء. وعد الرب انه ملجأ من السيل ايضا. Yes. وعد الرب انه لينا انتظرناه فخلصنا. هيكون في ابديت تاني انه ازاي خلاص الرب الاسبوع القادم. أمين. بالتاكيد راح يكون عندنا حلقه اخرى اند راح نسوي ابديت انه وين وصلنا وماذا قالوا الانشورنس وهل اخذنا محامي وش راح يسوي المحامي مالتنا ويا محامي الانشورنس. بس عندنا احنا محامينا الرئيسي هو يسوع عنه. المسيح. أمين. هو اللي راح يدافع عنه, هو يحامي عنه. اوكي, لكن مع الأسف أنه لازم نمشي بهالأمور القانونية وندفع فلوس إلى المحامات حتى مع العلم ما سوينا شيء غلط. إحنا اللي البناية مو مالتنا مال مشاهدين, رممنا السطح بأكثر من $40,000 ودفعناها, لكن الآن الإنشورنس تقول well, أكو فقرة هنا تفسيرها توتالي يختلف عن كذا. بيحاولوا. So, بيحاولوا. بس الله هو اللي راح يخلي. بليز صلوا من أجلنا عند حتى الانشورنس ما تلعبوا. وإحنا يعني ما نريد غير فقط الدامج اللي صار. أوكي. يعني إذا دامج صار ب20,000 نريد بس 20,000. إذا دامج صار ب20 فلس بس 20 فلس. أمين. Yes. أمين. نعم. اتكلنا على الرب. انتظرنا للرب. ربي يبارككم. عارفين زي ما قال الأخ باسم من وين ما بيتعاد البرنامج, احنا عارفين انكم بتصلوا وانكم بتدعموا زي ما دايما اتوقعنا منكم. شكرا لكل متابعتكم لكل برامج, شكرا لأجل صلواتكم. ربنا يبارككم. مستنيين نسمع أصواتكم وسلام الرب لكل عيلة ولكل بيت ولكل شخص.